فينبغي أن ندرك أحبائي عدة حقائق. الحقيقة الأولى أننا نحارب من موقع النصرة وليس لننتصر، يعني نحن منتصرين، المسيح انتصر فينا ومن خلالنا ومن أجلك أيضا بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. مكتوب عن يسوع أنه باد الموت وأنه جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم ظافرا بهم فيه. فتذكر أنك أنت بتحارب من موقع النصرة لا لتنتصر.